تحية لكل المشاهدين من جديد، أكيد بنتواصل معكم عبر صباح الشروق، وتحية لكل الناس اللي انضمت لنا. أكيد في حياتنا حسام دائما بنحتاج لتخطيط كبير جدا، سواء كان تخطيط لليوم، سواء كان تخطيط لشهر، لسنة، أو حتى التخطيط اللي بيكون طويل الأجل. كمان يا منذر، كل المناسبات اللي بتكون جاية علينا مهما اختلف نوع هذه المناسبة برضو بتحتاج إنه نخطط لها. زي ما منذر ممكن يخطط لمناسبة زواجه، يجتهد كثير جدا حاله حال كل الشباب في الفترات القادمة. فالتخطيط مهم جدا وضروري جدا عشان ما نمشي لمستقبل مشرق. نحن سعيدين جدا يا منذر وكل مشاهدينا انه عبر هذه الفقره تنضم الينا داخل الاستديو الدكتوره لينا الامام. دكتوره لينا الامام طبعا لايف كوتش وباحثه في التنميه الذاتيه، عشان ما نتكلم معها عن التخطيط الذاتي لاستقبال المناسبات، وهذه الايام نترسم واحده من المناسبات العاطره جدا. صباح الخير دكتوره. صباح النور عليكم، يسعد صباحكم، وسعيده جدا بانكم معاكم وبكل المشاهدين. الله يديك العافية دكتورة. وبداية كده أكيد طالب إنك عرفتي جاية صباح الشروق الليلة الخميس، كان في تخطيط كده للحلقة؟ أكيد للحاجة. أكيد من امبارح يعني مجرد ما تعرف إنه أنت عندك برنامج معين، طبعا دائما يحب إنه من بدري تكون عارف، ولكن في أي وقت أكيد لازم تخطط، تنوم بدري، تكتب الأجندة بحقتك، بترتب صباحتك، لأنه أكيد في روتين تاني بيكون ثابت، بيكون في عمل. مثلا برنامج زي التلفزيون داير انه انت تشتغل على نفسك كثير قبال بيوم على الاقل او يومين، ولكن اكيد في تخطيط. نعم. يعني كيف ممكن الترتيب لكل زول فينا من الصباح ليوم؟ شنو الافكار؟ في ناس بيقول لك والله انا بنوم بالليل قبل ما اخذ لي نومه ببدا افكر كده خلاص لحد بكره اكون ظبطت اموري، بس يقول لك لا الا انا اقوم الصباح وافكر. في حاجه علميه هنا المفروض تتعامل صح، ولا حاجة. بس الموضوع ده متروك على كل زول وخياراته والحاجه الاقرب له؟ في اولويات طيب. ولكن الطريقه الصحيه ثابته، يعني انه كيف انت تصحى وساعتك الاولى كيف تكون، وكيف تنوم وساعتك الاخيره قبل النوم كيف مفترض تكون، ده بيحدد انه انت حتكون سعيد قدر شنو في يومك، حتكون صحي قدر شنو، حتكون منتج قدر شنو. يعني ممكن تفتح تلفونك الصباح مجرد ما اول ما صحيت فتحت التلفون قريت خبر سلبي، الدولار زاد مثلا خلاص اليوم ممكن يكون سلبي جدا. حتى لو انت بقيت معصب باقي اليوم ما بتكون عارف انه ليه انا يعني زهجان او متنرفز او ما طبيعي او حاسس بمشاعر سلبيه، قالوا لا ليه انا قافله معي وما قافله معي، بس الجمله المشهوره قافله معي. فانت من الصباح ما عارف انه انت بديت يومك غلط، انك قريت خبر سلبي او قريت خبر يعني. عشان كده قاعد اقول يا جماعه الاخبار دائما كل ما امشي قناه واذاعه يا جماعه الاخبار ما تقولوا علينا الصباح، خلوا صباحيتنا تعدي بخير بعدين نسمع الاخبار. فمهم البدايه الصحيه، البدايه الصحيه بانه انت طبعا الصحي انك انت تبدا بدري شديد 4-5 صباحا، انه بتكون تصلي تقرا اذكارك، الجانب الروحاني تشبعه تماما، تبدا تفكر انه تكتب اجندتك الصغيره، ورقتك الصغيره حقت الصباح دي مهمه شديد. الليل المطلوب مني شنو؟ سواء كان مهمة عمل، مهمة يعني شخصية، عناية بالذات، أيوة دار تقرأ، دار تطلع عندك مشوار اجتماعي، عندك برنامج رياضي، أيا كان بتكتب في الأجندة بتاعتك الصغيرة دي بتفرق كثير. يعني الآن لو مشيت أكبر ورشة عالمية لأكثر ناس ناجحين في العالم كويس، حتى مدراء الشركات الكبيرة شديد في العالم بيعلموك مسألة بتاعت الأجندة اليومية دي. يعني فدي حاجة بتعملها الصباح، بتعمل رياضة طبعا في السودان هنا ما شاء الله تبارك الله يعني الرياضة خاصة النسائية ما عندنا رياضة نسائية للأسف. فعشر دقائق رياضة بتفرق الصباح، بتضخ دم لجسمك، بتضخ دم لقلبك، بتطلع سموم من جسمك، المفروض برضو تشرب موية معاها، فبتفرق كتير في يعني حتى لو مشيت. الناس الكبار في السن أو الناس اللي عندهم مشاكل معينة كونك أنت تحاول بس تمشي دي بيفرق كتير. يعني مشيت 20 دقيقة الصباح دي حاجة بتفرق. التنفس دي حاجة بتفرق معانا شديد، طوالي بدنا نتنفس كويس شديد، فالتنفس بيفرق يعني لأنه بطلع الطاقة السلبية جوانا. إحنا يا جماعة بنتعرض يوميا لكمية من الأفكار السلبية في التلفزيون مع الناس اللي بنعرفهم، مع الظروف المجتمعية حقتنا اللي بنعيشها الآن. يعني نادر ما تلقى انه زول بحفزك ولا زول بيقول لك كلام ايجابي ولا انت يعني طبيعه الحياه كثير ما بتجي حاجات ايجابيه في مجتمعنا انا بتكلم يعني. فبالتالي
الحاجات دي بتترسب جوانا في شكل مشاعر بتأثر في نفسيتنا، في نومنا، في صحياننا، في أدائنا، في إنتاجيتنا في العمل. فالتنفس من أهم الحاجات اللي بتخليك تتخلص كل الطاقة السلبية، الطاقة السلبية الجواك دي. فلو أخذت لك عندنا التنفس حق 4 4 8، تدخل النفس في 4، تملى بطنك تماما، بعدين تطلعه في 4، تدخله في 4 وتخليه 4 وتطلعه في 8. ده لو عملته 5 مرات الصباح بيفرق معاك تماما. وبرضو لما تجي شنو تنوم، لو عملته قبال النوم بينظف لك، كأنه بينظف لك السلبيات اللي ترسبت جواك في كل حالات الطاقة السلبية. أيوة. فبالتالي برضو غير الرياضة غير التنفس، التأمل. التأمل دي هي لحظات صمت معينة برضو، زي بتظبط الكهرباء حقة الدماغ. يعني شفتوا المؤشر بتاع دقات القلب أو الكهرباء حقة القلب يسموها، أيوة، يلا بطالع نازل. دي الأفكار بتاعتنا برضو بتطلع وبتنزل، أنت محتاج أنه تخليها تستقر. فالتأمل مجرد صمت لثلاث أربع دقائق يومياً الصباح وقبل النوم برضو بتثبت المؤشر. جميل دكتورة لينا، التفاصيل الكثيرة والحاجات الجميلة اللي حكيتيها الآن. في ناس بيقول لك يا أخي أنا الحاجات دي لازم أتخيلها كده في ذهني قبل يوم أو يومين مما تحصل. يعني في اللي بيقول لك لا، زي ما قال حسام إنه أنا بصحى الصباح على ربنا، يعني زي ما تجي تجي. فعلمياً الصح هل إنه مفروض أنا أخطط ليومي قبل يوم ولا بس أخليها الصباح بعد ذاك أشوف حسب اليوم؟ علمياً أنك تخطط لحياتك، يعني مش بس يومك. يومك ده مفترض، يعني زي زول الماشي في الطريق، أنا ماشي مثلاً ماشي مدني من الخرطوم، لكن يومي دي خطتي، يعني أنا ماشي لي مدني. أنا يومي بعين في الطريق يمين شمال العربات الجاية، بعدي للطريق، ده كأنه برنامجك اليوم. فالتخطيط التخطيط بدي قيمة لحياتك، يعني تخطيطك العام لحياة بدي قيمة للحياة. الناس اللي بينتجوا والمجتمعات اللي بتنتج هي الناس اللي بتخطط، صحيح، لأن هي شعرة بقيمتها في الحياة، شعرة عارفة رسالتها. ممكن بعد شوية نتكلم عن الرسالة والرؤية. فأنت لما يومي بتكون بتضبط الموجة حقت يومك للخطة بتاعتك حقت حياتك، بالتالي أنت بتكون ماشي في الطريق الصح. خطة حياتك دي مهمة جدا، لأنه فعلا العالم من حولنا بيخط تخطيط استراتيجي وبعيد بعيد جدا، يعني للحياة بعد سنوات. إنما ظل الله دائما في الأعمار. الخريطة الذهنية بيساعد كثير جدا في إنجاز كثير جدا من المهام، لكن خلينا يا دكتورة نقرب المصطلح ده للمشاهدين اللي بيتابعونا الآن. شنو يعني لما نقول خريطة ذهنية؟ وكيف هي بتقدر تساعدني إنه نأدي فعلا وننجز مهامنا؟ الخريطة الذهنية زي أقول، خلينا نقول البوصلة حقتك الداخلية، زي البوصلة. صح عندنا بوصلة العادية دي، شمال جنوب. تخيل لما تكون في مكان ودار تمشي في اتجاه معين، تمشي شمال، والبوصلة هي ذاتها ضاربة، يعني ما شغالة، مدياك الشمال جنوب، فهتقوم تمشي شمال وهو أصلا أنت هتكون مشيت جنوب. يعني أو ممكن ما تمشي في الوزن بتاعتك أو التركيبة بتاعتك، مجموعة بتاعت الأفكار، المعتقدات، القيم، الحاجات اللي أنت بتؤمن بها، مبادئك دي كلها بتشكل الخريطة الذهنية أو منظورك الذهني لموضوع معين. الآن إحنا لو جبنا موضوع معين، أنا ممكن أقول رأي فيه وإنت تشوفه، مدير يشوفه بطريقة معينة، وإنت كمان تشوفه بطريقة معينة. فبالتالي بناء على شنو الاختلاف ده بيجي؟ بناء على الخلفيات حقتنا في الحاجات اللي ذكرتهم قبل شوية. طيب كل ما كانت الحاجات دي نقية، ما مشوهة، مرتبة، منظمة، كويس، ما عندها شوائب. طبعا أنا لما نتكلم عن الشوائب، لأنه عندنا كتير زي ما نقوله عندنا في الناس التنمية الكلاكية الجوانا، يعني عندنا مشاكل ذهنية كتيرة شديد مرتبطة بظروف عشناها، بتربية، ببيئات، بمشاكل حصلت لنا زمان فبتكلك علينا طريقة تفكيرنا. فلما نجي نمشي لقدام في الحياة بدي تجيف في عراقيل، أيوة عراقيل، في شكل مشكلات، فبنقيف هنا. فبالتالي كل ما تحسنت صورتك الذهنية دي وعملت على نقاء وبتتنقى، كيف في معالجين بيشتغلوا عليك على الحاجات العميقة، برتب عديل معك قيمك، مبادئك، أفكارك، أخلاقك، تصرفاتك، سلوكياتك. وفي جانب أنه أنت بتوعى وبتتطور بالتعلم وبالقراءة وبالاطلاع وبالتجارب وبالدورات وباليوتيوب المفيد الإيجابي. فدي كلها بتغير تفكيرك وبتغير منظورك الذهني وبتغير وبتخليك إنسان إيجابي متفائل، قادر تشوف الحياة على طبيعتها وتعرف إنه كل الجوانب اللي فيها ممكن تكون فيها خير لك وفيها شر لك. يعني ما بتكون إنسان مستاء،
لانه الناس في تفكيرهم في الحياه، لو سمحتوا لي بس اقول حاجه لانها مهمه، في ناس مثلا بيكون ناجحين، ديل الناس اللي عارفين قيمتهم وشغالين عليها وبصروا لنتائج واضحة ومعينة في الحياة، واثقين برضو من نفسهم، واثقين جدا. دي حاجة مهمة لأنه الثقة أنت بتكتسبها ولو حتى ما عندك الآن هي مكتسبة. في ناس جادين يعني بيجتهدوا وجاري وتعبان وشنو، لكن ما بكون واصل لنتائج معينة في عراقيل لأنه في حاجة خطأ بتكون. وصراحة أنا قاعدة أشوف في المجتمع السوداني كثير في ناس جادين بس ما قادرين يصلوا، لأن برضو في عراقيل كده معينة يعني، بس هم بعد الناجحين ديل طوالي. في ناس باحثين بس بيبحث، يعني تلقي يمسك حاجة معينة يفكها، يمسك حاجة معينة يفكها، يعني باحث برضو ده أحسن من الحيج بعد. في ناس مستائين يعني ديل سيدي ممكن نأخذهم طبيعي كده، هو ما بخطط بيكون مدبرس كده بالضبط كده، هو ما بخطط ما بيشتغل على نفسه، شايف الحياه سيئه لانه منظور الذهني سيء، شايف ده الناس قافله معي طوالي والحياه قافله والبلد بقت ما نافعه وطوالي، هو في حاله الطاقه السلبيه دي. جميل. ده هو اللي ما بيخطط بالضبط. جميل كده. طيب دكتوره لينا، يعني مرات في ناس بيعمل كل الحاجات اللي احنا ذكرناها وبيخطط جدا ليومه ولاسبوعه ولشهره، لكن مرات بتجي حاجات عرضيه بتدخل برامج وموضوعات في المستشفى، كيف نحن بنتعامل مع الحاجات اللي احنا ما مخططين لها في برنامجنا لكن دخلت علينا؟ صحيح، هو التخطيط علم انت لازم تدرسه، وفي حاجتين انا مع بعض دائما بحاول ارفقهم، اكتشاف الذات وانك تتشافى، ودي الحاجه اللي شغالين عليها في التشافي، والحاجه الثانيه التخطيط الاستراتيجي. ما في قيمه لانه انت تخطط وانت ما عارف نفسك ما مكتشفه وما عارف انت يعني حتصل لشنو يعني بالتحديد في الحياه. ما انا ممكن اجيب هسه زول ان شاء الله يعني مختصين خبراء في التخطيط يقعدوا معانا هسه، بس احنا دايرين نعمل نصل لشنو ما عارفين. دي حاجه بتكتشفها انت مدار الزمن. بالمناسبه تتعلم التخطيط ما صعب، لكن تكتشف نفسك وتعالج الحاجات اللي جواك وتصل لشغفك وتعرف وتحب الحاجة دي وتطلعها في شكل مهنة أو في منتج اجتماعي ينفعك وينفع الناس، ده موضوع مختلف تماما. وده الأهم، ده اللي إحنا هسه يمكن كمجتمع سوداني ضايع لنا شوية، إنه إحنا ما عارفين إحنا يعني شغفنا شنو ولا المنتج حقنا شنو، لأنه في كتير أوجاع جوا لو ما اتشافت ويتعافت وبعد كده اشتغلنا على إنه إحنا نطلع شغف ونطلع منتج هنخطط لشنو يعني. والحاجة دي سمة مجتمعية زي ما قلت لك، يمكن تكون الآن اليابان مجتمع منتج، أمريكا مجتمع منتج، ألمانيا مجتمع منتج، ليه؟ ناس عارفين هم دايرين شنو. يعني إحنا الآن دي الحاجة اللي إحنا محتاجينها، إحنا عايزين نعرف إحنا دايرين شنو. فبالتالي لما أعرف بجي بخطط. التخطيط علم أنت بتتعلمه، تضع خطة سواء كانت بقول لك سنوية أو خطة مرحلية، خطة تنفيذية، خطة تشغيلية، لكل أنواع التخطيط، وكل نوع منه عنده خبراءه اللي بيختصوا له. ولكن الخبير ما بيفيد إلا إذا لما تعرف أنت عايز شنو. فبرضو في خطة بتاع التوارئ، يعني دائما بيكون بيقول لك بلان A وبلان B، وإحنا دائما بلان B ذاته بيكون ماف وبلان A ماف، فبتبقى مشكلة يعني. على الله يعني. أيوة على الله دي. هي على الله يعني كويسة، النية كويسة. ولكن ربنا طلب منا أننا نأخذ بالأسباب. أكيد. نعم. أكيد ونعم بالله. والمناسبات بسرعة من إحنا أشرنا لها في تقديمتنا لموضوعنا اليوم، هجرة المصطفى المعظم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يمكن سبقها كثير جدا من التخطيط المحكم. فخلينا نشير إلى مثل هكذا مناسبة عظيمة وتخطيط أيضا عظيم، حتى أدى إلى إنها أصبح واحد من أهم الأحداث التي مرت على تاريخ البشرية. صحيح كلامك، فعلا هو ده النموذج الحقيقي يعني لمسألة التخطيط. ودائما أنا يعني بقول إنه التخطيط قبل التخطيط في فترة استعداد. نعم. فأحيانا ذاته الواحد بيستعجل على التخطيط في حين إنه أنت مفترض تستعد. وأعتقد برضو نحن الآن في السودان يعني إذا تكلمنا على مستوى قومي أو شخصي إحنا الآن في مرحلة استعداد، والناس شفقانة يعني متضايقة دارين يصلوا سريع. هو الموضوع ما كده، إحنا محتاجين نستعد، لأنه لو لاحظنا الرسول عليه الصلاة والسلام منذ ولادته الرسالة ما نزلت إلا لما كان عمره 40 سنة. 40 سنة كان الله عز وجل بيعد في إعداد عشان هو يتحمل الرسالة اللي كان يعني جاية له. فأربعين سنة هو بيستعد، 40 سنة كان بيتعامل مع الناس، 40 سنة
كان تاجر واشتغل في رعاية الماشية وكان بيسافر وكان وتزوج ويعني حاجات كثيرة شديد حصلت في حياته وهو صغير وفقد والديه وكان يتيم. يعني ده كله كان نوع من الاستعداد والتأهيل والثقل النفسي والمعنوي والجسدي عشان يتحمل الرسالة. فقبل التخطيط كان في استعداد طويل جدا. لما جات الرسالة عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تعال شوف التخطيط كيف كان. يعني أول حاجة التخطيط بيقول لك أنه عايز تقييم للواقع وقراءة للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية. يعني نشوف البيئة الداخلية، كان الرسول عليه السلام فاهم القرشيين جدا وكان بيفهم مكة كويس شديد، وبرضو لما جات الهجرة كان فاهم المدينة كيف وما اختار إنها هي الهجرة الأولى، لا اختار الحبشة لأنها هي كانت أنسب، وكان عارف إنه في ملك النجاشي كان ملك عادل برغم إنه هو كافر، تمام؟ فكان هو قادر يقرأ الواقع المختلف. كان كان في تدرج حتى في الخطة، يعني لما بدت سرا 3 سنين بعدين تاني جهرا، كان طب سهل. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان طوال يقولوا للناس الرسالة الربانية والإسلام. هي مثال أكيد للبشرية عموما، يعني التجربة مفروض صحيح. كل الناس تمشي عليها في مسألة التخطيط. دكتورة لينا كلمة أخيرة لكل الناس اللي بتبدي حياتها، وصح أي حاجة على ربنا وأي حاجة موكلة لربنا، لكن مفروض يكون في تخطيط حتى إن كان ليومك فقط. إذا أنت ما كنت عندك خطة واضحة لنفسك وشغال عليها، فأنت هتكون جزء من خطة الآخرين. انت كده بتخطط بالضبط لفشلك. فنقول للناس انه نصحى ونبدا نتعلم كيف نخطط لحياتنا ونبدا نتعلم كيف نكتشف ذواتنا، وكده انت بتكون اقرب لنجاحاتك وسعادتك في الحياه ان شاء الله. نعم، شكرا جزيلا دكتوره لينا الامام، لايف كوتش والباحث في التنميه الذاتيه، ولا ننسى ان ننسى مبادره التشافي ايضا. شكرا جزيلا، اشكركم وشكرا للاستضافه. شكرا. وشكرا لكل المشاهدين. نعم. شكرا جزيلا.